أستاذ صفوان، هذا التحالف الإيراني الروسي اليوم ألا تراه يتمدد ليشمل دولا أخرى في المنطقة؟ انظر إلى المصالح السعودية الإيرانية. الحقيقة التحالفين عم يجوا بنفس الاتجاه حاليا، بيخدموا نفس المصالح، ولكن اللي فرضهم أمرين مختلفين. التقارب السعودي الإيراني اللي فرضه إهمال الولايات المتحدة الأمريكية للمصالح القومية للنظام العربي وللسعودية تحديدا، هذه المشكلة نتجت من أيام أوباما نتيجة توقيع اتفاق ما كانوا العرب طرف فيه ويدور في منطقتهم. هذا موضوع آخر. ولمن القيادة السعودية الحالية الأمير محمد بن سلمان اكتشف أنه رايحين نحن لاتفاق لتجديد هذا الاتفاق بنفس المثالب القديمة، لا، وممكن أنه تنعطى إيران جوائز طردية إضافية فوق اللي كانت أخذته بإطلاق يدها بالعراق وسوريا ولبنان، وكان من الممكن أنه يطلق يدها مرة أخرى مرة تانية عند التوقيع في كل من البحرين واليمن، وبالتالي شعرت المملكة بصعوبة هذا الأمر. عندما سحبت الباتريوت وتم قصف أهم منشأة اقتصادية عند المملكة اللي هي أرامكو، عندئذ قررت المملكة أنه لازم نسرع بتكوين خليني أقول حلف عربي يساوي حد أدنى من التماسك، ولكن مصر نكصت، وعدت أن قال له مسافة السكة، والله ما إجا ولا جندي مصري على التحالف على اليمن، نكصت بهذا الاتفاق، فكان عنده وضع كتير صعب خاصة بعد ما تم سحب القوات المضادات الجوية لأسباب كلياتنا منعرفها. كان لابد أنه تلاقي طريقة ما للحفاظ على أمن القومي أمام تهديد حقيقي قادم لا محالة، الجميع يقولون رغم كل العقبات، أوروبا، أمريكا، إيران، لحد الآن الولايات المتحدة تقصف مواقعها في العراق وفي سوريا وفي السعودية ولا يكون عندها رد مناسب لهذه الأعمال. إذن كان على المملكة السعودية للحفاظ على أمنها أنه تسرع بإيجاد تفاهم برعاية ضامن حقيقي. السعودية تعتقد أنه الصين هي ضامن حقيقي، أنا أشك بذلك، ولكن أتمنى أن تكون ضامن حقيقي وأن لا تخذل السعودية كما حدث معها مع الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أنه هذا الاتفاق هلأ أمامنا شهرين للتجريب، وأعتقد أنه رح يتجرب بكل من اليمن وسوريا. هناك اتفاقات بنود سرية غير معلنة، أعتقد أن هذه البنود تتضمن مبادلة مصالح بين إيرانية سعودية بين اليمن وسوريا. إذا كان هذه تجاوزت المصلحة القومية للبلدين لليمن ولسوريا فسوف لن ينجح، لأن السوريين لن يقبلوا واليمنيين لن يقبلوا، وسوف يتم إفشال هذا الاتفاق. الاتفاق الآخر هو اتفاق ضرورة من نوع آخر بين الاتحاد الروسي، بين روسيا وإيران. إيران تحت الحصار، ينقصها استثمارات، عندها مليار ونص دولار من الاستثمارات. أكبر مستثمر أجنبي في إيران روسيا اليوم. نعم، حاليا وصل استثمارات 3.5 وتقريبا 4 مليار. ليش؟ لأنه اثنيناتهم ما عندهم مبادل حقيقي، يعني الشركات الصينية ما بتسترجي تساوي مبادلات كبيرة واستثمار كبير بالاتحاد الروسي بسبب العقوبات اللي هي عقوبات تابعة للأمم المتحدة مو عقوبات فردية. إذن بناء خلينا أسأل هنا الأستاذ بناء محمد. على ذلك، بناء على ذلك كان زواج المصلحة ضروري للطرفين، وسوف إذا كان في وقت منقول كيف عم يصير في تخادم من قبل الطرفين ضمن هذا الاتفاق.